19 فصل 19 واحتلت المرتبة الثالثة على المستوى الولائي، واحتلت المرتبة الأولى في اختيارها في ثانوية الرياضيات بالقبة. وهذه المناسبة الكريمة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المسؤولين، أهنئ ابنتي التي تحصلت على هذا الامتياز، كما أهنئ ابنتي الثانية فجة خليقها آسيا التي تحصلت على 16.58 في شهادة البكالوريا العلمية. ما شاء الله. وقد اختارت المدرسة العليا للمساعدة سمى هذا العام، هذا العام فرحتينا. فرحتين إن شاء الله. الله يبارك. في الأهلية وفي البكالوريا. كما أهنئ ابني الصغير الفتخ يوسف أمين الذي تحصل على 9.93. الله يبارك. في السنة الرابعة ابتدائية. ما شاء الله. وكما أهدي هذا النجاح، نجاح العائلة، إلى جميع سكان ولاية كلسيلة بالخصوص، وإلى كل الأصدقاء والأهل. كما نرحب بالعائلة التربوية، خاصة منهم الذين قدموا خدمات جليلة في هذا الميدان، وهم فئة المتقاعدين، ومنهم الأستاذ طبي عطاش. بسم الله الرحمن الرحيم. المناسبة هي حفل تكريمي من تنظيم الولاية، تشجيعا وتحفيزا لأبنائنا الناجحين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط فيما يخص قطاعنا، قطاع التضامن الوطني. عندنا 14 تلميذ وتلميذة من ناجحين من ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة. فالمناسبة مناسبة طيبة من أجل إعطاء دعم أكثر لهذه الفئة ومرافقتها، وتهانينا الحارة لها بمزيد من النجاح والتوفيق في مشوارها الدراسي. سمح نتولع بيه دوكا. واش تقول واش تقول؟ احنا في بداية العام. بسم الله. في الحقيقة هذه التفاتة طيبة، يعني خاصة من جنب السلطات المحلية نحو المتفوقين في الدراسة، سواء شهادة البكالوريا أو شهادة التوسط. كذلك التفاتة طيبة بالنسبة للاحتياجات الخاصة، نشكرهم جزيل الشكر ومجيدين بالتفوق والنجاح، خاصة تكلم على وليدك. هذا هو الله، هذا هو. الله يبارك. مبروك عليك. مبروك عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة هذه الاحتفالية لتكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والأهلية أو المتوسط، يعني المتوسط، في هذا المقام لابد أن نشكر الجميع، ولابد أن نتذكر الأساتذة والمعلمين الذين غادروا هذه الحياة إلى دار البقاء، فنترحم عليهم ونشكرهم شكرا جزيلا على جهودهم، ونقول بإذن الله بأجرون قبل أن يكون مشكورا. بارك الله.